أعظم ما يطلبه الإنسان من ربه أن يعفو الله عنه. اللهم إنك عفو صفة من صفاته، لأنه حليم رحيم جواد كريم. لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعفو لأن حلمه ورحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. يذنب العبد ثم يذنب فتتراكم عليه الذنوب، فإذا وقف العبد بباب الله سبحانه وتعالى وأراد الله أن يتداركه بلطفه وعفوه ومغفرته ورحمته، وقف بين يدي الله عز وجل تائبا منيبا غفر الله له في طرفة عين. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه، يحب أن يعفو عن عباده. وهل رأيت حلما ورحمة وكرما وجودا وإحسانا مثل هذا الإحسان؟ أن العبد يسيء فيما بينه وبين الله ويتنكب عن صراط الله ويتمرد على ربه ويبارز ربه بالذنوب والمعاصي ليلا ونهارا، ومع ذلك إذا قال رب اغفر لي فرح الله بتوبته. ثم يتأذن الله إذا صدق العبد في توبته وصدق العبد في إنابته وأصلح في قوله وعمله، بدل الله سيئاته حسنات. الله سيئاته حسنات. الحمد في الليل حتى الصباح، لك الحمد في الصبح حتى السحر، لك الحمد في